شوح ما نزلك شهر بيك أظل يخوفونني بالموت. اللهم اشهد أن هؤلاء القوم لم يتركوا لي سبيلا غير الجهاد. ويعلم الغنية ألست ابن بنت نبيكم؟ السلام عليكم مشاهدين الكرام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس عاشوراء، والتي سنتحدث فيها عن أصحاب الإمام عليه السلام هم الفائزون. مشاهدين، إذا بحثنا في أسباب الفوز عند هؤلاء الأصحاب نجد مجموعة من المفاهيم، منها أنهم ذبوا عن أعظم عقيدة في الإسلام وهي التوحيد. السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله، وبذلوا أرواحهم دفاعاً عن حجة الله في أرضه وهو الإمام الحسين عليه السلام. فقد ورد في زيارة عاشوراء: وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، وكانوا طائعين لله تعالى ورسوله. ففي بعض زيارتهم: السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار علي بن أبي طالب وأنصار فاطمة وأنصار الحسن والحسين وأنصار الإسلام. كما أنهم كانوا من الصابرين، ففي بعض الزيارات: السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. ولا شك في أن ذلك من موجبات الفوز، إذ قال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. مشاهدينا، كانوا أصحاب الحسين عليه السلام من الصادقين، ففي بعض الزيارات: السلام عليكم أيها الصديقون، ويروى أن كل من أراد الخروج كان يودع الإمام الحسين عليه السلام ويقول: السلام عليك يا ابن رسول الله، فيجيبه الإمام عليه السلام: وعليك السلام ونحن خلفك. ويقرأ: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، في إشارة إلى صدقهم، كما في تمام الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن الشهداء الذين قرأ الإمام عليه السلام هذه الآية عليهم: مسلم بن عوسجة، الرجل المخلص الذي ورد مدحه في زيارة الناحية المقدسة بالقول: السلام على مسلم بن عوسجة، القائل للإمام الحسين عليه السلام وقد أذن له في الانصراف: أنحن نخلي عنك وبما نعتذر إلى الله من أداء حقك؟ لا والله، حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي، ما ثبت قائمه في يدي ولا أفارقك، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة، ثم لم أفارقك حتى أموت معك. وكنت أول من شرى نفسه وأول شهيد من شهداء الله قضى نحبه، ففزت ورب الكعبة، شكر الله لك استقدامك ومواساتك إمامك، إذ مشي إليك وأنت صريع فقال: يرحمك الله يا مسلم بن عوسجة، وقرأ فقال: يرحمك الله يا مسلم بن عوسجة، وقرأ: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كما أنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ففي بعض الزيارات:
أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله، فكانوا هم الشهداء والسعداء وهم أحياء عند ربهم. ففي بعض الزيارات أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، في إشارة إلى قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل إنهم سادة الشهداء. كما في زيارة أخرى أشهد أنكم أنصار الله جل اسمه وسادة الشهداء في الدنيا والآخرة. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج دروس عاشوراء، أعظم الله لكم الأجر وإلى اللقاء. شهر عاشور ما نزلك شهر يحلفونني بالموت، اللهم اشهد أن هؤلاء القوم لم يتركوا لي سبيلا غير الجهاد. ألست ابن بنت نبيكم؟